إنها الرحلة المأهولة الأولى إلى مدار الأرض التي لا تقل أي رواد فضاء محترفين. مركبة فضائية تابعة لشركة سبيس إكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك انطلقت من مركز كينيدي الفضائي في ولاية فلوريدا الأمريكية في رحلة سياحية أطلق عليها إنسبيريشن 4. وقاد الرحلة الملياردير جاريد إيزاكمان الذي يملك رخصة طيار، ورافقه فيها مواطنان فازا بمسابقة يانصيب وإحدى الناجيات من مرض السرطان التي أصبحت الأمريكية الأصغر سناً التي تزور الفضاء. الكبسولة من نوع كرو دراجون والتي أطلق عليها اسم ريزيلينس طافت في سماء فلوريدا على متن صاروخ فالكون 9 قبل أن تتجه إلى المدار. انطلقت مهمة إنسبيريشن 4 وهي الآن في المدار، ونشاهد الآن لحظة انفصال المقصورة. المركبة ستقوم بتشغيلها فرق على الأرض بواسطة أنظمة توجيه، والركاب الأربعة تلقوا تدريباً لمدة 6 أشهر يتيح لهم التعامل مع أي حالة طارئة محتملة. ومن المتوقع أن تستغرق الرحلة نحو 3 أيام تستهدف خلالها الوصول إلى ارتفاع 575 كيلومتراً فوق الأرض، وهي نقطة أعلى من مدار محطة الفضاء الدولية. وعند هذا الارتفاع ستدور الكبسولة كرو دراجون حول الكرة الأرضية دورة كاملة كل 90 دقيقة بسرعة تتجاوز 27,000 كيلومتر في الساعة، أي ما يزيد عن 20 ضعف سرعة الصوت.